السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله على نبينا وحبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، حياكم الله إخواني وبياكم، وأسدد طريق خير خطاي خطاكم. نكمل سلسلة حقائق قرآنية، ومعنا اليوم أعظم الحقائق على الإطلاق، حقيقة المعبود سبحانه وتعالى. أكثر اسم ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم اسم الله. من هو الله؟ سأل الكفار النبي عليه الصلاة والسلام عن الله سبحانه وتعالى، أمن نحاس هو، أمن حديد هو، أمن ذهب هو، أمن فضة هو؟ فأنزل الله قل هو الله واحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أول ما بدأ الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم أثنى على نفسه، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يتحدث عن نفسه سبحانه وتعالى ويعظم نفسه سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث كما في سنة أبي داود حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الله سبحانه وتعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. الله لما يتكلم في القرآن الكريم يتكلم من هذا المنطلق، منطلق العلو، هو الأعلى سبحانه وتعالى، والله الغني وأنتم الفقراء، الله الصمد هو المقصود سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى في جهة العلو، والله له علو الذات، وكذلك علو القدر، وكذلك علو القهر وعلو الصفات. هذا الكون العظيم، سقف هذا الكون عرش الرحمن، وفوق هذا العرش الذي هو أعظم المخلوقات على الإطلاق الله سبحانه وتعالى. أقوى الملائكة جبريل عليه السلام لما صعد مع النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج بلغ إلى درجة لم يستطع تجاوزها، وكان كالحرس البالي، كالثوب الخلق القديم، من شدة الخوف، من شدة الخشية من الله سبحانه وتعالى، لأنه اقترب منه سبحانه وتعالى. الله يتكلم في هذا الكتاب من هذا المنطلق، منطلق العظمة، منطلق العزة. الله هو العزيز، الله هو القوي، الله هو الجبار، الله هو المتكبر، والله هو الرحيم، والله هو الرحمن. فالمركز هو الله سبحانه وتعالى وليس الإنسان. فالله لما يتكلم يتكلم من هذا المنطلق. الله غني سبحانه وتعالى، غير محتاج لأحد. يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. الله غير محتاج البشر، غير محتاج لعبادته. الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، والله هو الغني. فالله لما يتكلم يتكلم من هذا المنطلق، وهو الذي يستحق سبحانه وتعالى أن يعبد، ولا يستحق أحد غير الله سبحانه وتعالى أن يعبد. الله هو الخالق، الله هو الرازق، فالذي خلق والذي رزق والذي أعطى والذي من والذي تكرم هو الذي يستحق أن يعبد. إذا عرفنا هذه الحقيقة نعرف تفسير حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خير من أعمالهم. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن الله عذبني وابن مريم بما جنت هاتان وشار إلى أصبعيه لعذبنا ثم لم يظلمنا شيئا. إحنا عبيد لله سبحانه وتعالى، ملك لله سبحانه وتعالى، والله هو الخالق، والله هو الرازق، والله هو المتكبر. والله أثنى على نفسه كثيرا في هذا الكتاب، والله يحب أن يثنى عليه ولا يحب أن يثنى على غيره، الثناء المبالغ فيه، لذلك نهى عن المدح الغير. والله يحب المدح، ليس من أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه سبحانه وتعالى. وأعظم آية في كتاب الله متعلقة بالله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه
إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. الله له العزة الكاملة، له القوة الكاملة، له الكمال المطلق في كل شيء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذا عرفنا من هو الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن نعرف الله إلا من خلال كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، راح نعرف الفارق بين الخالق وبين المخلوق، بين العبد وبين المعبود. نفهم كيف أن الله سبحانه وتعالى لما يشرف عبده يضيف اسمه إلى اسمه، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة نوح ما لكم لا ترجون لله وقارا، ويقول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه حقيقة عظيمة جدا. وفي القرن الماضي الغرب زحزح هذه المركزية وأزالها وجعل مكان الرحمن الإنسان، جعل الإنسان هو مركز الكون. لا، الله سبحانه وتعالى هو مركز الكون وهو المقصود سبحانه وتعالى. لابد أن نستحضر هذه الحقيقة دائما، ولما نقرأ القرآن نقرأ أن هذا الكتاب نزل من الملك سبحانه وتعالى، ولابد أن نستحضر هذا التعظيم، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخاطبنا، نحن حنا العبيد الضعفاء المساكين، يخاطبنا الملك، يخاطبنا الخالق الجبار المتكبر المهيمن العزيز. نستحضر أسماء الله سبحانه وتعالى ونعظم الله سبحانه وتعالى في قلوبنا. وأعظم الأعمال على الإطلاق وأعظم المعايير على الإطلاق الأعمال القلبية، المعايير القلبية، التعظيم، الخوف، الرجاء، الخشية، هذه كلما عظمت كلما كان ميزان العبد ثقيل يوم القيامة. هذه أعظم ترى من كثرة الدروس، أعظم من كثرة المستمعين، أعظم من جميع الأعمال، أعظم من الصبر على البلاء. هذه الأعمال، أعمال قلبية. فالمسافات إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأبدان. لابد نستحضر إخوان هذه المعاني، نستحضر أن الملك سبحانه هو الذي خاطبنا، أن الله هو الذي شرفنا. ومن هو الله؟ لابد أن نعرف، لابد أن نتعرف على الله من خلال كتابه العظيم. إذا فهمنا هذا الشيء راح نستوعب الأوامر الإلهية التي تأتي، وراح نستوعب الإسلام ونفهم هذا الدين. لكن إذا كان إنسان عند الأنا طاغية، هنا هذه الأنا تأخذ من حق الله سبحانه وتعالى. هذا إخوان أمر مهم جدا، لا بد أن نعرف من هو الله. لما جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إنا نستشفع بك على الله وبالله عليك، غضب النبي عليه الصلاة والسلام حتى كأنما فقع الرمان في وجهه، فقال ويحك، أتدري ما الله؟ شأن الله أعظم من ذلك، شأن الله أعظم من ذلك. لذلك أصبحت قمة الحرية في السجود إلى الله سبحانه وتعالى. ولن ينال العبد الحرية إلا من خلال عبودية الله سبحانه وتعالى. كل عبد لغير الله لا يمكن أن يكون حر ولا يعرف ولا يذوق الحرية. لكن قمة الحرية في تذلل الله سبحانه وتعالى، بالخضوع لله سبحانه وتعالى. وهذا شرف عظيم لا يوفق له إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، إلا من اصطفاه الله سبحانه وتعالى. فكلما عظم عندنا هذا المعنى وفهمنا هذه الحقيقة على وجهها، كلما كان فهمنا الإسلام أكبر، وكلما كانت تضحيتنا للدين أعظم، وكلما استشعرنا هذه المعاني. فإذا ضحى العبد من أجل الله سبحانه وتعالى وفقد ماله، فقد حياته، فقد أبناءه، فقد ما فقده من الدنيا، يشعر بمنة الله عليه. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يوسف عليه السلام لما دخل السجن من أجل الله، ولما خرج وجاء إخوته قال وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن، نسب النعمة لله سبحانه وتعالى، لأنه يعرف قيمة الرب، إن الله هو الذي من عليه بالثبات في السجن وبدخول السجن واختيار السجن، مع أنه بلاء نعم، لكنه قدامنا الله يحبه فهو محبوب إليه.
عرف قيمة الرب سبحانه وتعالى. لا بد يا إخوان أن نعيد هذه المركزية إلى مكانها، ولا بد أن نعظم الله سبحانه وتعالى كما ينبغي، وأن نجل الله سبحانه وتعالى، وأن نخاف منه سبحانه وتعالى، وأن نرجو الله سبحانه وتعالى. هذه العبودية، هذه المعاني لا بد أن نحققها، ولا يمكن تحقيقها إلا من خلال التعرف على الله سبحانه وتعالى. هذه أعظم الحقائق على الإطلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا عليه، وندعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم آمين. بارك الله فيكم يا إخوان.